قلتهم المراكز، لكن السلطات العليا تلقتهم. لماذا؟ لأن اليوم المشكل مشكل تقني، بنك المركزي ووزارة المالية ما يقدروش يحطوا 10 ملايير دولار للصرف الجزائري، لهذا مدى بهم يكون هذا السوق، لكن متناقض مع التشريع العالمي، مع الأمم المتحدة، اليوم متناقض مع الدستور. لازم اليوم نطبقوا التشريعات. اليوم مناخ الأعمال في الجزائر ما يجوكش مستوردين في سوق مستثمرين. شوفي سنتين غياب المستثمرين أجانب، سنتين في الجزائر. لماذا؟ لأن عندك سوق فيه عملتين والاختلاف تحارب 40%. لهذا لازم اليوم الجزائر تضبط التشريعات تاعها في السوق، ولا كي حابه يولي عندك سوق شفاف وسوق متناغم. لهذا احنا اليوم نطلبوا وزير الماليه ومحافظ البنك المركزي ووزير العدل كما طلب لهم رئيس الجمهوريه في الانعاش الاقتصادي، قالك لازم يكون تناغم بين الوزارات، ما يكونش تضارب، يكون تناغم بين وزاره الصناعه، وزاره الماليه، محافظ البنك المركزي، يديروا التناغم، يديروا سوق رسمي، التنسيق والتناغم في التشريعات. حتى وزير الاول امس دار تعليمه للوزارات، قال لهم اين التنسيق. لهذا لازم يديروا التنسيق باش يحلوا مكاتب الصرف وينحوا هذا السوق. طيب دكتور، اليوم ونحن نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي تابعنا فيديو لانزعاج الكثير من البرلمانيين من تصريحات الوزير. برأيكم لماذا هذا الانزعاج الذي خلفته تصريحات الوزير من قبل بعض البرلمانيين؟ الانزعاج، شوفي، هما الطرفين عندهم الحق. لماذا؟ اليوم انت راك راح تدير شركات ناشئه، والنمو في الجزائر، انت عندك شركات ما عندها سيارات. اليوم سيارات مطلوبه، اصبحت ماشي حاجه كما يقول لك رفاهيه، سياره اصبحت خدمة عملي بالسياره. بلا سياره ما تقدريش تعملي، الاقتصاد ما يقدرش يدور بلا سياره. نمو، وهذا القطاع كبير، كان فيه رقم اعمالي يلحق 10 مليارات دولارات بقطاع الغيار، وحبس مباشرة، نحبس هذا القطاع. لازم التسريع. انعاش الاقتصادي رئيس الجمهورية من التعليمات قال لك التشريع، احنا باش نديروا دفتر شروط ما نقعدوا سنتين، لازم في شهر دفتر شروط. ما معنى هو عقد تحطيه سهل، لكن اليوم كان اضطرابات، لان علاش؟ كاين لوبيات، عنده الحق الوزير، عنده الحق من جهة، كاين لوبيات، والشعب عنده الحق، لانه سنة كاملة بزاف، طول في إخراج الآخر، لأن كان تضاربات. على هذا رئيس الجمهورية طلب باش التنسيق بين هذه الوزارات. ونحن نتحدث عن التنسيق بين الوزارات، هل اليوم حان الوقت لإدماج السوق الموازية في النظام يعني البنكي العادي، سواء عبر فتح مراكز للصرف أو غلق يعني مباشرة غلق هذه السوق؟ شوفي، هي المشكل الكبير اللي صرا في فتح، لازم نفتحه اليوم، لازم الإدماج بين اليوم لازم الإدماج بين البنوك، وهذا تاع النقاط السوداء تنحيهم تدمجيهم، لازم الإدماج، ما عندناش حل واحد آخر، لأن سمعة الجزائر كما يقولوا سمعة الجزائر في الميدان، أصبحنا أكبر دول متخلفة في هذا المجال. اليوم نخسروا أموال صح، لكن ترفعي بسمعة الجزائر. اليوم لازم هذا المشكل، مشكل صغير ما قدرش تحلو وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي. المشكل اللي طلبوه مكاتب الصرف، قالوا لهم زيدونا في العمولة، أعطوا لهم عمولة تاع 3 دينارات في 1 أورو، وهما كيبدلوا يدوا 100 دينار في 100 أورو. هذا ماشي، أنت يا التكلفة تاع المكتب ماهيش راح تردها لهم. مشكل تاع عموله، وكان حلوا مشكل تاع العموله. اليوم عندك مكاتب الصرف موجوده، ما كان حتى مشكل. البنك المركزي راح حدد العموله بنسبه ضئيله. السيد اللي حل مكتب الصرف ماهوش راح يغطي التكلفه تاعو. هذه حل ضئيل جدا، سهل من البديهيات، باش تشوفي التلاعب بين البنك المركزي ووزاره الماليه والسلطات المعنيه. اليوم قال الجمهوريه ديروا التنسيق واعطوا لهم العموله اللي تغطي له التكلفه.
راه يدي 100 دينار 100 دينار وتمثل 100 دينار ما تغطيلوش ولا باش ياكل طرف خبز. ها هو المشكل. المشكل تاع تقني، تقني مشكل ليس سياسي. طيب اليوم حتى نتساءل حول مستقبل هذه السوق، ما هي المخاطر التي يمكن لهذه السوق أن تفرضها على الواقع الاقتصادي المعاش في البلد؟ شوفي أنا شفنا مخاطر مع الحراك مع وسرة في الجزائر في العهدة الخامسة، شفنا العصابة. هذا السوق كان ضئيل جدا، كانت فيه أموال صغيرة ولات أموال صفقات تدخل لهذا السوق. شفنا أموال صفقات لغير منجزة وهمية، أصبح سوق فيه كما يقولك إجرام، وفيه أموال مسروقة، وفيه أموال مسروقة من الخزينة العمومية وتتباع قدام الخزينة العمومية، أموال مسروقة من البنك المركزي والبنوك التجارية وتتباع قدامهم. لهذا لازم تحبسي هذا السوق لأنه أصبح ضخم جدا، والصفقات اللي داوهم هاد المتعاملين اليوم في السجون هما اللي كانوا يدخلوا هذوك الدراهم ويشروا كاع العمله ويعاودوا يبيعوها. الحل لديكم دكتور، الحل اليوم هو غلق، هو 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 الغلق دكتور؟ لا لا، الحل هو الغلق. اليوم الحل اليوم الذهاب الى مكاتب الصرف وتطيلو تغيري التعليمه تاع البنك المركزي اللي تمد في العموله 3%، لازم تعطي له عموله 0.3%، ما تعطي له عموله لتغطي له التكاليف تاعو باش يتحلوا كما كل الدول العالميه. ما كان حتى مشكل. وزير الماليه كان تكلم قالك حنا الوزاره الماليه غير قادره باش تغطي هذا السوق باش تمد الدراهم، غير ما عندهاش الاموال. البنك المركزي نفس الشيء قالك ما عندناش اموال باش نمولوا هذا السوق باش نغذيوا هذا السوق، لكن الاموال اللي تجي من المغتربين حل لهم مكاتب، قال اقتصاد شفاف، العرض والطالب، خلي له يدي العموله كيما راهو يديها درك 100 دينار في 100 اورو راح تغطي له التكاليف وما كاش مشاكل وما كاش لوبيات. يولي تولي عندك قاعده معلومات، عندك احصائيات. اليوم واحد يقول لك السوق فيه 5 مليار دولار، واحد يقول لك 10، واحد يقول لك 8. البيانات من يملك البيانات الحقيقية؟ من يملك هذه يملك؟ شوفي أنا احنا درنا دراسة، أنا عندي مكتب دراسات، درنا دراسة في 2018، كاين 40 كاين المغتربين يدخلوا لهم قيس 4 ملاير دولار، يدخلوهم يجيبوهم يبيعوهم هنا في الجزائر. المغتربين مبلغ كثير كبير، ما يعادل 4 ملاير يتباعوا في السوق هنايا. ولكن المشكل وراه هو مليح كي تجوا الاموال هذه، بصح فرنسا دار الدراسه قال لك هذوك المبالغ يعاود يروحوا لفرنسا ماهمش يجوا للجزائر. قال لك فرنسا دار يعني اكبر مستفيد، اكبر مستفيد هي تلك البلدان الاوروبيه وليست أوروبية. الجزائر بالقدر الذي تستفيد منه هو اوروبا. يجوا من اوروبا والاقتصاد الجزائري يجوه من اوروبا 1000 كيلومتر وما يقدروش يعاودوا يشدوهم يعاودوا يروحوا. لماذا؟ لان السوق تاعك غير شفاف، السوق تاعنا غير متناغم، السوق تاعنا ما فيهش شفافيه، ما فيهش استقلاليه باش الناس تخدم. لو كان بالاموال هذوك الناس تخدم في الجزائر. واضح. نشكركم جزيل شكر دكتور نبيل جمعة، خبير في المالية والاقتصاد، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب وتدخلت معنا في هذا الموضوع، شكرا جزيلا لكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل جولة إخبارية أخرى.